وابن بطة رحمه الله كان صارما على أهل البدع، وتوفي سنة 387 للهجرة، وهو أبو عبد الله عبد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة رحمه الله. ارتحل في طلب العلم في صغره، فلما رجع وكان قد طلب العلم على الإمام البغوي رحمه الله، فلما رجع عكف في بيته 40 سنة لا يشهد مجامع الناس ولا يرى في سوق، ولكنه رحمه الله لا يسمع بأي منكر أو أي بدعة إلا أنكرها وحاربها، وكان مستجاب الدعوة رحمه الله. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، قال مع فضله ومكانته لكن لديه أغلاط وأوهام في الحديث، وهذه سنة الله عز وجل أن الإنسان لا يخلو من أن يفوته شيء في حفظه، لكنه إمام رحمه الله. فهؤلاء هم أئمة السلف، من أراد النجاة فهذا هو طريق النجاة.